إخوتي أهلا بكم في قناة مكاسب الإنترنت. مع فيديو جديد قبل أن أبدأ الشرح أود منكم أن تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتضعوا لايك فيديو وتشاركوا هذا الفيديو بين أصدقائكم. موقع المحاربين لربح عملة الروبل بالاستثمار وبالمجان إخوتي، الموقع لديه خطط استثمارية وأيضا لديه الربح بالمجان عن طريق تصفح المواقع. هذا هو الموقع إخوتي، السحب مجاني من الموقع إخوتي بدون استثمار، ومن يريد أن يستثمر فليستثمر. موقع صادق، نضغط هنا على هذه الخانة، نضع اسم المستخدم، نضع اسم المستخدم، الإيميل، كلمة السر، ونتسجل إخوتي. نقوم بالترجمة. هذا هو الموقع، نضغط على هذه الخانة، إذا هذا هو الحساب إخوتي. أول مرة عند الدخول للحساب تذهب إلى هنا لتضع كلمة السر للسحب إخوتي، تضع هنا ثم تضغط استالي، تضع أربع أرقام مثلا هكذا، ثم نعود من هنا إلى الصفحة الرئيسية. السحب من هنا إخوتي، نقوم بالترجمة، البنك من هنا، أظن الإيداع من هنا إخوتي، نختار الباير أو البيرفكت موني أو أي بنك، نضغط مثلا على الباير، تضع القيمة التي تريد أن تستثمر في الموقع. الخانة هذه أظن للسحب، نضغط على الباير، تضع القيمة هنا للسحب، ثم تضغط على تضع هنا كلمة سر السحب، هنا قيمة السحب، تضغط هنا للسحب، هنا استبدال ما ربحته إلى الإيداع. هنا تصفح المواقع إخوتي، كما قلت لكم الموقع يتيح لنا الربح بالمجان. هذا الموقع 40 ثانية يعطيك 0.05، قيمة رائعة جدا إخوتي. كل هذه مواقع، نعود إلى هنا. عند القيام بالإيداع إخوتي، إذا أردت الاستثمار أو شراء الجنود من هنا، هاي الجنود إخوتي، مثلا هذا الجنود قيمته 10 روبل، يعطيك 20% في الشهر، يعطيك 0.07 يوميا. مثلا هذا قيمته 100 روبل، يعطيك 0.87 يوميا. قيمة العقد 180 يوم، هذا قيمة العقد 180 يوم أيضا. كل هذه جنود إخوتي، أظن 4 جنود. نعود إلى الموقع من هنا. فيما يخص 4 خانات، هذه وهذه عبارة عن مسابقات، أتركها الإحالة من هنا أظن، أرينا ليس هنا، أظن هذه الخانة هي، هذا هو رابط الإحالة. 3 مستويات إخوتي، 10.72. عود للموقع، إذا هذه الخانات، هذا الخانة هي عبارة عن البروفايل، تضع كلمة السر للسحب، هنا تشتري الجنود، وهنا تجمع الأرباح من هنا.
ستجد الأرباح من هنا أو تبيع الأرباح من هنا. إخوتي ليش لا تشتري تبيع الأرباح؟ نعود إلى الموقع. هنا للسحب والإيداع إخوتي البنك هو، وهنا البروفايل. هذا ما لدي في هذا الموقع إخوتي. لايك فيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.